النهاردة كمان في موقع اليوم السابع بيان لوزارة الصحة الفلسطينية بتعلن في نبأ استشهاد 15 طفل نتيجة لسوء التغذية والجفاف خلال الأيام الماضية في واحد من المستشفيات في القطاع. موقع سكاي نيوز نقل تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: نخشى على حياة 6 أطفال يعانوا من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية. وقال موقع سكاي نيوز إن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف حذرت من إن 1 من كل 6 أطفال تحت سن 2 في غزة يعاني من سوء التغذية الحادة. دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. آخر الأنباء وطبعا كل ما يأتي من تقارير يثير الخوف والفزع حوالين صحة الأطفال سواء فيما يتعلق بالتغذية أو بالجفاف. بالتأكيد هذه الحرب الطاحنة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 49 بعد 100، هذه تقوض كل الجهود الإنسانية التي من شأنها حماية الأطفال والنساء وكذلك أيضا ذوي الأمراض المزمنة. وبالتالي هناك أكثر من 700,000 طفل في قطاع غزة، هؤلاء معرضون أكثر من غيرهم لسوء التغذية والجفاف نتيجة عدم توفر أسباب النجاة لهؤلاء الأطفال سواء على مستوى حليب الأطفال أو على مستوى أيضا الأغذية المدعمة بالفيتامينات أو كذلك أيضا المياه الصالحة للشرب. وبالتالي هؤلاء معرضون للموت في أي لحظة نتيجة سوء التغذية والجفاف، وبالتالي سيخلع العالم من حجم وويلات هذه المجازر التي ترتكب سواء من خلال القتل المباشر أو من خلال الموت بسبب المجاعة التي تؤدي إلى سوء التغذية والجفاف. وبالتالي نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي مغبة الوصول إلى وفاة آلاف الأطفال نتيجة المجاعة في قطاع غزة، إضافة إلى أن التقارير الأممية عبرت بما لا شك فيه بأن الأطفال معرضون للموت في أي لحظة نتيجة سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة. وبالتالي نحن لازم نطالب الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وتفعيل ما يتعلق في أسباب مجال الأطفال والنساء في داخل قطاع غزة، لأن هناك انتهاك واضح لحقوق الأطفال وحقوق النساء وحقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام نتيجة الحرب المستعرة في قطاع غزة لليوم 49 بعد 100. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الكاملة في تطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في قطاع غزة. بشكرك، شكرا جزيلا دكتور أشرف القدرة.